انا هبدا من الاول خالص، حتى الناس اللي ايه ما كانتش حضرت في ناس لسه بتدخل. ماشي، هبدا من الاول خالص. كده كده الشغل هيبقى متسجل، فالناس اللي ما كانتش حضرت السكشن الاولاني هنبدا من الصفر. وفي نفس الوقت كده كده بالنسبه لنا حته ان احنا حد اتاخر او حد حاجه، كده كده الفيديو هيتسجل وهبقى ارفعه لكم برضه، يبقى ينزل على التيمز وارفعه لكم على اليوتيوب، وهنظبط الدنيا سوا يعني ان شاء الله. بعدين في الناس اللي بتدخل دي بقى، طيب ركزوا معايا بقى. هنبدأ إن شاء الله في أول طريقة عندنا اللي هي الثري بوينت إيكويشن. تمام، الناس كلها شايفة الشاشة عندي كده؟ ايوه تمام طيب يا ركزوا باشمهندس. بقى معايا. أول طريقة عندنا في الانديترمنت ستراكشر اللي هي الثري بوينت إيكويشن. قلنا اللي فاكر السكشن الأولاني خالص ان الطرق بشكل عام بتتقسم لجزئين. الجزء الاولاني اني لما ببص على مساله انديترمنت، يعني وليكن مثلا كاميرا زي اللي قدامي دي، لما ببص على الكاميرا دي اول حاجه افكر فيها في كام رياكشن مجهول. يعني مثلا نقطه واحد دي هنا في رد فعل واحد مجهول، على نقطه اتنين في رد فعل، على نقطه تلاته في ردين فعل، وهكذا. كده انا بفكر في الرياكشنز اللي مجهوله، وبناء عليها ابدا الحل بتاعي، او الطريقه نفسها بتعتمد على ان انا عندي كام رياكشن مجهول عندي، وبناء عليها اقدر اكمل الحل. طرق الحل الطريقه دي زي الكونسيستنت انفورميشن اللي هناخدها قدام شويه، انما في طرق تانية ومن ضمنها السي مومنت. انا لما ببص للمساله ما بشغلش دماغي انا عندي كام مومنت مجهول، ما انا بشغل دماغي بايه؟ بشغل دماغي انا عندي كام نقطه مش عارف عندها الايه المومنت. تمام، يعني مثلا لو جيت ابص للمساله دي بالنظره الثانيه بقى المختلفه دي، هلاقي نقطه واحد حتى لو ده كابولي فانا عارف المومنت عليه ايا كان الكابولي، بيبقى ديترمنت. نقطه اثنين لا، المومنت فيها مجهول مش عارف. نقطه ثلاثه لا، برضو كابولي، طالما كابولي او لو على الطرف خالص كده كده المومنت هيبقى بصفر يعني. ففي الحاله دي انا ما عنديش غير نقطه واحده مجهول فيها المومنت، هي نقطه رقم كام؟ نقطه رقم اثنين. فالكلام ده بستخدمه امتى؟ او الحل ده بستخدمه انت في الطرق اللي بتعتمد على ايجاد المومنت الاول، ومن ضمنها الثري مومنت ايكويشن. تمام، طيب عشان ما نضيعش وقت ونخش في التفاصيل على طول، الطريقه المعادله العامه بتاعتها طبعا لها اثبات، والاثبات موجود في الكتاب اللي هيرجع ورا كده هيلاقي ده الكتاب بتاعك يعني. تمام، المعادله العامه للطريقه مبنيه على اساس ايه؟ ان انا لو عندي طول هنسميه ال واحد، والاي ده هنسميها اي واحد، والطول بتاع الباكيه الثانيه هنسميه ال اتنين، والاي بتاعت الباكيه الثانيه هنسميها اي اتنين، ودي نقطه رقم واحد. اي كانت من الاسامي يعني، نقطه رقم اتنين ونقطه رقم ثلاثة. احنا اتفقنا ان النقطه اللي انا مش عارف عندها مومنت هنا بالنسبه للمساله دي، من غير الحسابات بالتفصيل بس بشكل عام يعني، هي نقطه رقم اتنين دي. تمام، طيب نقطه رقم اتنين دي عشان اجيب المعادله بتاعت السي مومنت ايكويشن هتبقى عامله ازاي؟ المعادله دايما بتتكتب بالصيغه دي، والكاميرا مرسومه تحت يعني، نقطه رقم واحد اثنين ثلاثه. لو احنا كده كده بصينا على المعادله العامه اللي فوق دي كده، هتلاقي بيقول لك ايه المومنت اللي قبلها اللي هو ام واحد ده، يبقى ثانيه نعمل شغل ستيل شوية. ركزوا بقى معايا كده، المومنت اللي قبلها اللي هي هنسميها ام واحد النقطة دي. تمام، في وعندي ايه تاني؟ المومنت في الطول اللي قبلها اللي هو ال واحد، يعني لو جيت هنا بصيت الطول اللي قبلها ده ال واحد اللي احنا عاملينه هنا ده. طيب الطول اللي بعدها او الاي اللي بعدها، الاي اللي قبلها سوري، اي اتنين دي، اي واحد اللي هي هنا دي، معلش نغير اللون برضه، ماشي، زائد اتنين في المومنت عندها، اتنين ام اتنين اللي هي النقطة اللي عندها المومنت المجهولة بتكلم عنها النقطة رقم اتنين دي، يبقى اتنين ام اتنين. في الطول اللي قبلها ده ال واحد زي ما قلنا على الاي اللي قبلها اللي هي اي واحد، زائد
الطول اللي بعد النقطة، نقطة 2 اللي هو بين 2 و3 ده اللي هو هنسميه L2، يبقى في L2 على I2، I2 اللي هي الانيرشيا اللي موجودة ما بين نقطة 2 3 دي هنا دي كده، تمام؟ بتساوي زائد المومنت اللي بعدها اللي هو M3 النقطة اللي بعدها، في الطول اللي بعدها اللي هو L2 على I2 بتساوي سالب 6. سيبكم من الصيغة دي، يعني احنا هنمشي على الصيغة بتاعة الار دي اسهل، يعني ايه في الاكس دي الار بس مكتوبة بطريقة تانية يعني، تمام؟ عادة بنكتب الكلام ده سالب 6 في الاسهل، يعني الصيغة الاسهل هي نفس الكلام بالظبط، بس يعني ترتيب الشغل هيبقى اسهل يعني. في R2 هنسميها ليفت على الاي اللي قبلها اللي هي I1، وهتلاقوا في الموديل انسر وحاجات بعض الامتحانات والكلام ده بتتكتب كده، ده اسهل يعني. R2 رايت اللي هي R2 ار على I2، يعني احنا الصيغة اللي احنا هنمشي بيها هتبقى كده اسهل. طبعا مش فارقة كتير يعني، بس هي ايه الصيغة دي اسهل. يبقى بدل الترم ده كده انا هقول سالب 6 في ال R2 ليفت على I1، الجزء اللي فوق ده على ال L هو بس الحاجة اسمها ال R2، ف R2 ليفت و R2 رايت على I1 و I2، تمام؟ أو كلمة R2 دي اللي هي متجمعة هنا في الصيغة التانية دي كده، R2 معناها إن R2 الشمال زائد R2 اليمين، ما هو يعني هما في النهاية هنتكلم إزاي يعني R2 الشمال و R2 اليمين كمان شوية بالظبط تفصيل، إنما بالنسبة لي كده الدنيا تبقى تمام. طيب لو جيت أبص بعد كده على الصيغة اللي تحت دي، طب افرض إن الإنيرشيا كلها متساوية، متساوية يعني إيه؟ يعني الأي كلها واحدة، ما جيتش قلت لك إن في أي واحد وأي اتنين والكلام ده. ساعتها الاي كلها كترم بتروح مع بعضها، يعني الاي اللي هنا هتروح مع الاي اللي هنا، كل الاي هتتشال من المعادله طالما الاي واحد. فهتلاقوا المعادله عباره عن ايه؟ ما فيهاش اي اي تحت، ام 1 ال 1 زائد 2 ام 2 ال 1 زائد ال 2 زائد ام 3 في ال 2 تساوي سالب 6، زي ما قلنا سالب 6 في الار 2 بس، والار 2 ليفت ورايت اللي هي ار 2 على بعضها الشمال واليمين بتاعها، تمام؟ فبس فهي القصة كلها إن أنا عندي صيغتين للمعادلة، صيغة فيها الإنرشيا دي هستخدمها إمتى؟ لما تكون عندي المعادلات مجهولة، يعني ما تكون قصدي الإنرشيا عندي متغيرة. بعد الآي التانية لو الصيغة التانية لما تكون عندي الآي مش متغيرة بشيل كل الجزء ده من تحت وبشتغل على المعادلة من غير المقام بتاعها اللي هو في الإنرشيا ده كله، تمام؟ طيب نيجي للسؤال، إم 1 وإم 2 وإم 3 دول عبارة عن إيه؟ إم 1 المومنت على النقطة الأولانية، ام 2 المومنت عند النقطه الثانيه اللي انا بحسب عندها اللي المفروض ان انا بعوض عندها، ام 3 المومنت اللي هو الثالث ده. عشان كده اتسمت المعادله معادله العزم الثلاثيه، لان المعادله دايما فيها 3 مومنت، فاتسمت 3 مومنت ايكويشن عشان كده. طيب بتساوي سالب 6، سالب 6 ده ثابت في المعادله، الاثبات نفسه بيطلع فيه سالب 6. في الار ليفت بقى اللي احنا لسه متكلمين فيها من شويه دي، الار 2 ليفت والار 2 رايت ده، ايه الار ليفت والار رايت دي؟ دي حاجه اسمها الالاستيك رياكشن. ايه الالاستيك رياكشن ده؟ عدى علينا قبل كده في الكونجوجيت بيم ميثود، وبالمناسبه اثبات المعادله دي مبني على الكونجوجيت بيم، عشان كده يعني هتلاقي فيها جزء كده اللي هو الايه الالاستيك رياكشن مرتبط بالكونجوجيت بيم شويه. ايه الالاستيك رياكشن ده؟ زمان كنا في الكونجوجيت بيم في الترم اللي فات كنا بنعمل ايه؟ كنت برسم مومنت، بعد كده احول المومنت للحمل، بعد كده اجيب الرياكشنات، او الرياكشن الناتج عن تحويل البندنج مومنت للحمل ده بنسميه الالاستيك رياكشن، تمام؟ يبقى ايه هو الكونجوجيت بيم او اللي هو الابلكيشن بتاع الكونجوجيت بيم هنا؟ الالاستيك رياكشن. لما اجي استخدم الالاستيك رياكشن هو عباره عن العزم الناتج عن، بعد ما ارسم العزم الناتج على الاحمال احوله الحمل، وبعد ما احوله الحمل ارسم او احسب الرياكشن، ده اسمه الالاستيك رياكشن، تمام؟ طيب لحد كده الدنيا تمام. طب تعال نبص بقى على حالات كده مشهوره، يعني تعالى نركن كده على جنب المساله ونتكلم شويه في الالاستيك رياكشن لوحده كده، تمام؟ لو انا مثلا عندي كاميرا سيمبل كده، يعني بشكل عام بتاع كده كاميرا سيمبل كده وعليها حمل موزع، يعني نعتبر ان هنا كده في التفصيل ده كده حمل موزع، تمام؟ انت هنا احنا قلنا ان الاستيك رياكشن عباره عن ايه؟ العزم الناتج عن البيننج مومنت. فانا لو جيت رسمت البيننج مومنت هنا هيبقى عامل ازاي؟ مش بارابلا دبليو ال سكوير على 8، اظن الكلام ده احنا متفقين عليه، ده شكل المومنت العادي خالص، تمام؟ طيب انت بتقول لي هتحول المومنت الحمل، هتحول المومنت الحمل هتعمل ايه؟ هحسب مساحته. تحويل المومنت الحمل يعني احسب مساحته، يعني اجي هنا كده اركز الحمل ده تركيزه عباره عن ايه؟ 2 على 3
دبليو السكوير على 8 اللي هي قيمة العزم، مساحة البارابولا بتساوي ايه في الطول، ما هو الطول ده ال. الناس مركزة معايا؟ ال ال. ايوه معاك يا باشمهندس. تمام، هتلاقي 2 على 3 دبليو ال سكوير على 8 في ال ال. حد عنده مشكلة لحد كده؟ الكلام ده كويس زي الفل. طيب مش ده حمل متركز في النص، يبقى الرياكشن اللي هينتج عنه هيطلع ازاي؟ شو هيطلع بالتماثل هنا في الجنب ده كده، هيطلع فيه رياكشن، والجنب التاني ده هيطلع فيه رياكشن تاني. قيمه الرياكشن النهائيه بعد ما تقسم الايه، بعد ما القيمه دي تاخدها اللي هي متركزه في النص، اضربها في نص، لان الرياكشن ده هيتوزع او الحمل ده هيتوزع على رياكشنين، نص هنا ونص هنا، تطلع القيمه النهائيه اللي انا هكتبها دلوقتي دي W ال تكعيب على 24. يبقى انا دايما كده عشان ما اقعدش اوجع دماغي، لو انا عندي حمل موزع منتظم على الكاميرا السمبل من اولها لاخرها، يطلع قيمه الاستيك رياكشن مره واحده اللي هو الناتج عن تحويل الحمل سواء في الشمال او اليمين دبليو ال تكعيب على 24، مش محتاج تقعد تحسب وترسم مومنت والكلام ده في حاله الايه، الكاميرا السمبل اللي عليها حمل موزع. طب لو عندي كاميرا سمبل برضو هنا كده، بس الكاميرا دي المره دي عليها حمل مركز في النص، يعني رسمنا كده كاني ناس سبورت سيف، وشكل المومنت هيطلع عامل ازاي؟ طبيعي انه هيطلع مثلث، قيمه المثلث ده بيقل على ايه؟ على الاربعه. لو جيت هنا كده رسمت المومنت هيطلع شكله كده، والقيمه بتاعت دي بيقل على الاربعه، طبعا الحمل اسمه بي والطول اسمه ال. لما اجي اركز المثلث ده برضو واحسب مساحته، تركيز المثلث ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن مساحه المثلث نص بي ال على الاربعه في ال ال اللي هي الطول اللي هنا ده كده ال، الطول ده ال. طيب يبقى انا عندي نص بي ال على الاربعه مضروبه في مين؟ في ال ال. يبقى نص بي ال على الاربعه مضروبه في ال ال. طب ده مش حمل متركز في النص، عشان تجيب الرياكشن الناتج عنه هتلاقي كانك برضو مسكت ليه نص بال على الاربعه في ال دي قسمتها على الاثنين ضربتها في نص، يطلع لك رياكشن هنا يمين ورياكشن شمال. الرياكشن ده قيمته بتساوي ايه في النهايه لما تضرب كمان في نص هنا؟ هتلاقي القيمه النهائيه عباره عن بي ال تربيع على 16، دي تمثل مين؟ قيمه الالاستيك رياكشن في حاله السمبل بيم لو عليها حل مركز في النص. يبقى انا عندي دايما حالتين سهلين، الحاله الاولى ان انا عندي حمل موزع منتظم من الاول للاخر، يطلع الاستيك رياكشن اوتوماتيك على طول بقى خلاص، بعد ما حولت العزم رسمت العزم وحولته لحمل وجبت الرياكشن يطلع بي دبليو ال تكعيب على 24. والحاله الثانيه ان انا لو عندي حمل مركز في النص، طبعا رسمت بقى حمل مركز في النص ورسمت المومنت وحولته وهكذا، يطلع النتيجه النهائيه بي ال تربيع على 16. يبقى انا عندي قيمتين مهمين جدا نبقى عارفينهم هيسهلوا عليا شويه الحسابات. طب افرض يا عم جالي كاميرا بقى شكلها غريب شويه وعليها احمال كتير وعليها الكلام ده، هضطر اشتغل بقى باستراكشر واحد، جزء ان ارسم مومنت، وبعد ما ارسم مومنت ارجع احول المومنت العزم زي ما كنا بنعمل في كونجوجيت بيم، وبعد كده احسب الرياكشن الناتج عنه كاني بشتغل كونجوجيت بيم بالظبط. يبقى الحالات السهله ماشي هعرف استخدم القوانين، انما لو حاله مثلا مختلفه شويه او احمال مختلفه شويه هضطر اعمل فيها ايه؟ ارسم المومنت واحوله لحمل وارجع اكسب الرياكشن، وهو ده الالاستيك رياكشن اللي احنا عايزينه في المعادله. ساعات برضو يجي لك السوبر بوزيشن، يعني ممكن يجي لك على نفس المساله دي مثلا زي دي كده يجي لك حمل مركز كمان، خلاص اجمع دبليو تكعيب على 24 زي بي تربيع على 16، يعني السوبر بوزيشن ما زال شغال ما فيهوش مشاكل يعني. تمام، ان انت لو في حمل مركز هنا ممكن تجمع الحالتين مع بعض عادي. ده بشكل عام كده ايه هو الاستيك رياكشن، طبعا المسائل هتبان فيها اكتر. طيب هنركز او هناخد بالنا ان انا اللي اتكلمت عنه في الاستيك رياكشن هي الكامر السمبل بيم بس. تمام، ليه بقى؟ الفكره بتاعت الطريقه نفسها زي ما هنشوف دلوقتي واحنا بنحل المسائل قايمه على ايه؟ قايمه على ان اي كاميرا مستمره، يعني لو انا عندي كاميرتين مثلا كاميرا مستمره زي كده مثلا، الكاميرا دي لو انا كل واحده فيهم سيمبل بيم هتلاقي المومنت هنا عامل ازاي؟ كاميرا سيمبل، فالمومنت دبليو اس على ايه؟ على 8، وهنا ده الشبه منحرف عشان في حملين، ايا يعني كان الشكل ايه يعني مش دي القضيه، انما هنا انا بتعامل ان هنا كان كل واحده من دول سيمبل بيم لوحدها. تمام، طيب لو انا لزقت الكامرتين دول في بعض في الاستراكشر او خدته خرسانه بيحصل ايه في النص هنا؟ بيتولد نيجاتيف مومنت هنا على النقطه 2 دي او النقطه اللي في النص. فمن الاخر كده الكاميرا الكونتينوس ما هي الا مجموعه من السيمبل بيمز، يعني انت ممكن تقطع الكاميرا المستمره لمجموعه من السيمبل
بيمز، بس بلس ان في مومنت يبقى موجود في النص. يعني شايفين الكاميرا دي كده السيمبل دي، هي عباره عن الكاميرا السيمبل الاصليه زائد المومنت اللي موجود على الاطراف، تمام؟ فبنسميه احنا الكونكتنج مومنت او المومنت بتاع الارتباط. انت لما بتربط الكاميرتين السيمبل دول في بعض بيتولد نيجاتيف مومنت موجودين على نقطه 2 او ايا كان، يعني مش شرط يكون نيجاتيف، بس في معظم الحالات طبعا في كيسز اللودنج العاديه بتطلع نيجاتيف يعني. بس ما علينا من قصه نيجاتيف ولا بوزيتيف، بيتولد مومنت هنا زي ما شفتوا الخرسانه كده، تمام؟ فانت تحول الكاميرا الكونتينوس زي ما قلنا المجموعه من السيمبل بيم بلس الكونكتنج مومنت. والطريقه نفسها قايمه على كده، انا همسك الكاميرا الكونتينوس دي واقسمها لمجموعه من السيمبل بيم زي ما احنا شايفين كده. الكاميرا الكونتينوس دي هتتقسم لمجموعه من السيمبل بيم. طب ارسمها ازاي؟ ممكن ارسمها بطريقتين، يعني ممكن افصلهم خالص عن بعض كده، يعني اعمل كاميرا كده وكاميرا كده واحط بقى السبورتس بتاعتها وهكذا. وممكن اعمل زي ما معمول في الكتاب كده زي ما دكتور محمد عامل، والاثنين صح والاثنين موجودين في كل حاجه، اني بدل ما احط بدل ما ارسمها كاميرا منفصله ارسمهم خط واحد كذا واحنا رسمينهم، بس احط انترميديت هينج في النص كده. ما معنى ان حطيت انترميديت هينج في النص ان صفرت المومنت هنا، يعني حولتهم لسيمبل بيمز برضه، تمام؟ فيعني كونك ترسمهم بعاد عن بعض كده جنب بعض او ترسمهم لازقين في بعض وفي انترميديت هينج، هو نفس الكلام كمعنى. المهم ان احنا فصلناهم عن بعض كمومنت، وبالنسبه لي كده بقت كاميرا مجموعه من الكاميرا السيمبل، الكاميرا المستمره مجموعه من من الكاميرا السيمبل. وفي النهايه انا هحسب المومنت اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الكونكتنج مومنت بقى ام ايه، المومنت على الاطراف يعني ام اي او ام بي او ام سي ايا كان. يبقى انا هحول الكاميرا الكونتينوس لمجموعه من السيمبل بيم، واحسب انا بالمعادله بتاعت السي مومنت الام المجهول ايا كان ايه هو، تمام؟ فده كده بشكل عام تعريف بالطريقه قبل ما نبدا في المسائل. انا هاخد مساله كده في الاول في الكتاب وبعد كده هنبص على مسائل الامتحانات، تمام؟ دي مسألة سهلة كده نبدأ بيها نفهم بس ايه الكونسيبت بتاع الطريقة وبنحل ازاي، وبعد كده هنروح على ان شاء الله امتحانات السنين اللي فاتت سواء ميد ترم او كويز او كده. طيب لو انا جيت بصيت على المسألة اللي قدامي دي هلاقي ان انا عندي نقطة هنا اسمها ايه، نقطة اسمها بي، نقطة اسمها سي، في حمل هنا مركز 120 كيلو نيوتن، والجنب الثاني البي بتساوي سوري البي سي 40 كيلو نيوتن. ثانية كده ندخل لو في ناس لسه ما دخلتش. طيب لما اجي احل بقى الكاميرا دي، اول حاجه زي ما قلنا في مساله السي مومنت قلنا من شويه كده، السي مومنت طريقه بتعتمد على ان انت تفكر في المومنت اللي مجهول الاول، يعني تفكيري في المساله مرتبط بانا عندي كام مومنت مجهول. لو جيت بصيت هنا عليها نقطه ايه، نقطه بي، نقطه سي، طب في مومنت مجهول هنا، الايه دي على الطرف، طالما على الطرف المومنت انا عارفه زيرو خلاص ما فيهوش مشاكل، يعني على الطرف ما فيش عزم مركز هنا. طب البي، لا البي مومنت عندها مجهول، يبقى انا اول نقطه مش عارف عندها المومنت هي نقطه مين؟ نقطه بي هنا. طيب هنا عند السي، لا السي برضو على الطرف ما فيش عزم مركز، يبقى مومنت بزيرو. يبقى انا بالنسبه لي المساله دي تحديدا انا عندي كام مومنت مجهول؟ ما عنديش غير مومنت واحد مجهول عند نقطه بي اللي هو هنا بالمنظر ده. طيب عشان احل المساله دي يبقى انا هعوض معادله السي مومنت ايكويشن عند نقطه بي، يبقى هعوض تاني بالسي مومنت ايكويشن عند البي. طب عشان اعوض بالسي مومنت ايكويشن عند البي دايما افكر في الاستيك رياكشن، ما المعادله ام 1 في ام 2 او ام اي وام بي وهكذا، في النهايه في سالب 6 في الاستيك رياكشن اللي هو سميناه ار ليفت وار رايت. يبقى انا هنا محتاج الار بي ليفت والار بي رايت عشان اعرف اعوض في المعادله واسهل على نفس التوزيع بتاعها، تمام؟ فده اللي هنعمله بالظبط. يعني انا هاجي هنا كده اول حاجه طبعا الدكتور بيوضح هنا في الكتاب ام اي وام سي بكام؟ بصفر. نيجي هنا لما احول دي سي بالبي زي ما قلنا كاني حطيت انترميت هنج هنا في النص كده، فبقى المومنت بتاع ده 120 اللي هي عباره عن 100 سوري 90 دي عباره عن 120 في كام؟ في 3 على 4 يديني 90، والناحيه الثانيه دبليو ال سكوير على 8 يديني 45. بترسم المومنت بتاع السي بالبي في النهايه الالاستيك رياكشن طبعا اللي الدكتور هنا بيحسب الحسبه اللي احنا بنتكلم عليها بيحسبها هنا، يعني بيحسبها في المعادله على طول. انا عايزك تنجز، يعني انت هنا ممكن تيجي عامل ايه على طول زي ما اتفقنا، تيجي جاي القيمه دي اوتوماتيك كده على طول من الشمال، انت عايز بي ليفت وبي رايت. بي ليفت اللي هو في الجنب الشمال اللي هو بتاع الحمل الموزع ده، البي في النص، ففي جنب شمال الحمل المركز، ففي جنب على الشمال او جزء على الشمال وفي جزء على اليمين. الجزء اللي على الشمال في الحمل المركز، يبقى الار بي ليفت عباره عن مين؟ قيمه ال 120 بسرعه كده بدل ما توجع دماغك، في ال ال تربيع اللي هي 3 تربيع على 16 اللي احنا شرحناها من شويه، تمام؟ يبقى 120 في 3 تربيع على 16 يديني الار بي ليفت.
طب ويا عم ار بي رايت اللي هتبقى في الجنب التاني، ما احنا لسه قايلين برضه دي حمل موزع منتظم من الاول للاخر. طالما حمل موزع منتظم من الاول للاخر يبقى قيمه الاستيك رياكشن دبليو اللي هي 40 ومعايا طبعا بتكلم بسرعه كده يعني على الجزء اللي احنا شارحينه من شويه، في 3 تكعيب على 24، يبقى انا معايا الدبليو 40 في الطول تكعيب 3 تكعيب على 24. كده انا جبت الاستيك رياكشن الشمال واليمين. هي صيغه الايه في الاكس بار على ال، الايه في الاكس بار على ال دي هي نفس الحسبه اللي احنا بنحسبها بس صيغه الار بتبقى اسهل يعني. وطبعا ليه انا بقسمها شمال ويمين؟ عشان بجيب الجزء ده لوحده وجزء ده لوحده، ار 2 دي تمثل او الار بتاعت النقطه تمثل مجموعهم على بعض، تمام؟ طيب لو انا جيت كملت هلاقي عندي ايه بقى؟ انا جبت لاستيك اكشن خلاص عرفت ان ار بي ليفت واللي احنا قلنا لسه عليها من شويه اللي هي القيمه اللي لسه شرحناها من شويه، والار رايت لسه قايل انا هعوض في المعادله. بنعوض في المعادله ازاي؟ دي الصيغه بتاعت المعادله اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه اهي، اللي هي الام اي بتساوي الام او ام اي في ال1 زائد 2 ام بي في ال1 زائد ال2 زائد ام سي في ال2 بتساوي سالب 6. خلينا نمشي بالصيغه بتاعت الار، سالب 6 في ار دي ار 2 اللي هي النقطه اللي بعوض عنها يعني. طبعا هتلاحظ ان مفيش اي تحت هنا، ليه؟ لان في المساله هو ما جابليش سيره الاي خالص، قال لي ما جاب، طالما ما جابليش سيره الاي يبقى الكاميرا كلها الانرشيا بتاعتها واحده، وطالما الانرشيا واحده يبقى انا مش محتاج الجزء بتاع المقام في المعادله، هشتغل على اي واحده، تمام؟ طيب تعال نكمل، هنعوض في المعادله عند نقطه بي. لما تعوض عند البي المومنت اللي قبلها اسمه ام مين؟ ام اي اهو في ال اللي قبلها. ام اي بكام؟ مش بزيرو، التعويض تحت اهو، يبقى ام اي بزيرو. طيب تعالى نمسح كده ونعوض مع بعض، يعني نتكلم كده مع بعض، ادي ام اي بزيرو، وطبعا الطول بثلاثه خلاص دي مالهاش لازمه، كده جزء كله مالوش لازمه. 2 في المومنت عندها اللي هو 2 ام بي اللي احنا بنتكلم بيها دي. في الطول اللي قبلها، الطول اللي قبلها يمثل مين؟ الثلاثه اللي قبلها، زائد الطول اللي بعدها، الطول اللي بعدها يمثل الثلاثه. طبعا بالصدفه ان هم ثلاثه وثلاثه انما مش شرط يبقوا زي بعض، يبقى في الثلاثه اللي قبلها والثلاثه اللي بعدها، زائد المومنت اللي بعدها اللي هو ام مين؟ ام سي اهو. في الطول اللي بعدها مش بعد السي، يعني حتى لو في كاميرا بعد السي انا ما بتكلمش بعد السي، كل كلامي قبلها وبعدها وعندها اقصد بي نقطه بي، يبقى المومنت اللي بعدها اللي هو بعد البي اللي هو الثلاثه، لا من صفر لحد ثلاثه، تمام؟ سوري الطول 3 والام سي هو اللي بكام؟ بصفر، فبقى الجزء ملوش لازمه. بتساوي سالب 6 في الالاستيك رياكشن، احنا اتكلمنا ان في ليفت ورايت، انا مش عايزك تشتغل بالصيغه دي عشان ما تلخبطكش يعني، بتبقى صعبه شويه يعني ممكن تتوهك، هي نفس الحسبه بس الطريقه اسهل يعني. القيمه دي تمثل البي اللي تربيع على 16 هشرحها من شويه، يعني انت احسبها هتلاقي القيمه دي بالظبط بتساوي الرقم ده. والقيمه الثانيه دي تمثل الدبليو اللي تربيع على 24 هشرحها من شويه، اللي هو تحويل العزم الحمل، اللي هو الدكتور بيحول وبيحسب في المعادله نفسها. انما في النهايه هو ده البي اللي تربيع على 16 وهو ده الدبليو اللي تربيع على 24، في النهايه انت جبت القيمه دي. اضربها في سالب 6. في المعادله دي انت شلت مين؟ شلت ام اي عشان ملوش لازمه، وشلت ام سي عشان ملوش لازمه، ما بقاش عندك اثنين بس ام بي، وطبعا التعويض مباشر طلع الام بي ده بكام؟ بسالب 56 وربع كيلو نيوتن في متر. طيب سالب يعني ايه؟ الاشارات في السيمونت ايكويشن اللي ديل السهم لتحت زي مومنت بتاع ستراكشر واحد يعني موجب سواء من الشمال او اليمين، واللي ديل السهم لفوق هيبقى ايه؟ سالب سواء من الشمال او اليمين. يبقى انا بالنسبه لي في السليم مومنت ايكويشن اشاراتها بتخضع لنفس الاشارات بتاعه ستراكشر واحد، اللي هي لو ديل السهم المومنت لفوق يبقى سالب، لو ديل السهم بتاع المومنت لتحت يبقى موجب، ولهاش علاقه بعالم الساعه والكلام ده. خد بالك عشان كل طريقه هيبقى لها يعني اشارات مختلفه. بالنسبه للطريقه دي احنا اشاراتنا بتاعه السليم مومنت مرتبطه بستراكشر واحد زيها بالظبط، تمام؟ مفيش اي فرق، اللي تحت موجب واللي فوق سالب. فكلمه ان المعادله دي طلعت معايا سالب معناها ان ام بي ده طلع اتجاهه لفوق، ما هو انت عارف دي السهم سالب يعني دي السهم لفوق، تمام؟ يبقى انا برسم مومنت ام بي ده هيطلع سالب. طيب ارسم مومنت ازاي يا عم؟ لو هو طالب مني رسم مومنت فقط الموضوع بيبقى سهل جدا. ادي الكاميرا الاصليه يعني ايه، نرسمها مع بعض كده على البورد احسن عشان تبقى واضحه يعني نعمل ايه بالظبط يعني. واللي بعمله هعمل اللي انا بعمله دلوقتي بالظبط كده. اول حاجه ادي الكاميرا الاصليه قسمتها المجموعه من السنج بي اللي هم الكاميرتين دول، في سبورت هنا سبورت هنا اهو، طبعا ده شكل كروكي كده بس سريع عشان نفهم بنعمل ايه. طيب والنقطه اللي هنا بي، والنقطه دي في النص هنا، ودي نقطه سي. انت بتيجي تعمل ايه؟ بتيجي جاي حوالين الكاميرا كده
ترسم كيرفات بتلف حوالين كل كمره، كل كمره كده كيرفيزا. شفنا في الرسمه اللي في الاول اللي كنا بنتكلم عليها في الكتاب، كيرفات كده بتاعت المومنت اللي بتلف حوالين الكمره، تمام؟ واجي احط المومنت اللي عندي. طبعا هنا في حمل مركز وهنا في حمل مركز تحمل مركز. هنا ام ايه ده طلع بكام؟ زيرو. خلاص الجزء ده مش لازم. ام بي طلع سالب 56 وربع، سالب يعني السهم الفوقي، بس السهمين دول اللي هم من الشمال واليمين لفوق 56 وربع. طيب هنا مومنت بزيرو، يبقى انا كده ده شكل المومنت بتاعي. طب لو عايز ترسم مومنت يا عم، ده رسم مومنت سهل جدا، مش لو انا ترسم مومنت بس، يعني لو مطلوب مني ارسم مومنت فقط، تمام؟ هعمل ايه؟ كل اللي اعمله هسطر الكاميرا كده زي ما بنعمل زمان اهوت، واجي اعمل ايه؟ خط ديتا وهرسم عليه اهو، واجي جاي راسم بيني مومنت عادي خالص. بمعنى النقطة دي مومنت بكام؟ نغير اللون عشان يبان المومنت دي نقطة بزيرو، النقطة دي مومنت لها 56 وربع، يبقى هطلع قيمة كده لفوق اللي هي 56 وربع بتاعتي دي. أنا برسم بالماوس كده أي حاجة سريعة كده، هي مرسومة في الكتاب بالتفصيل بس أنا بوضح بنعمل إيه. بعد كده أسهل حاجة إنك تعلق السمبل بي مومنت، يعني تعمل خط داش كده ما بين النقط وبعدها الطرف ده والطرف ده، وعلق المومنت بتاع السمبل بي. يعني هنا علق البي ال على الأربعة بتاعتك، مش أنت عندك بي ال على الأربعة اللي كانت ب 90، القيمة دي من الداش ده هعد هنا كده تمثل ال 90 دي. طيب والناحية التانية برضو مومنت هنا بزيرو، فأوصل كده لإيه؟ المومنت، وانزل هنا بارابولا دبليو ال سكوير على ايه؟ على 8 اللي هي القيمه اللي كانت عندي من شويه، اللي هي مش فاكر كانت كام بقى في الكتاب، كانت 45. فالقيمه دي كده 45. طبعا لو انا عايز اجيب القيمه الاصليه، انتوا عرفتوا ازاي في الخلاصه القيمه اللي تحت، يعني ان انا ممكن اصفي مين من النص بتاع دي، القيمه بتاعت اللي هي البي ال على 4 ودبليو سكوير على 8، واشيل الحته اللي هي اللي بتاعت الداش اللي فوق دي اللي هي نص المثلث من هنا ومن هنا، واجيب القيمه اللي تحت، او زي ما هنشوف كمان شويه بطرق تانية. لو انا طالب منك مني مومنت بس، انت كده خلصت، يعني لو رسمت المومنت بس هي اللي مطلوبه عندي، فبالنسبه لي انا خلاص كده خلصت حل، رسمت بني مومنت دايجرام مطلوب، واللي تحت سالب واللي فوق مو. تمام. طيب تعال نبص على الرسمه كده، طبعا مرسومه بشكل ايه افضل طبعا، يعني عشان بس بعملها بسرعه كده. زي ما انتم شايفين اول بوصل خط داش وعلق الايه السم المومنت اللي هو 90، والدكتور كمان حاسب القيمه اللي تحت اللي متبقيه هنا 61 88 وهنا المتبقي 16 88. ده في حاله ان جيت قلت لك ايه درو البيننج مومنت، قول لي خلاص انا طالب منك رسمه المومنت فقط، انت قول لي جبت النقط اللي فيها المومنت مجهول اللي هي في المساله دي كانت نقطه دي، وبالتالي تقدر ترسم المومنت. انما اوقات اجي اقول لك ايه، لا انا عايزك تجيب لي الرياكشنز، وعايزك بعد ما تجيب لي الرياكشن ترسم الشير كامل، تمام؟ الكلام ده بيتعمل امتى؟ او مهم امتى؟ اوقات زي ما قلنا كده بطلب منك الرياكشنز واطلب منك الشير. طيب اللي انا هقوله دلوقتي او اللي هشرحه دلوقتي ملوش علاقه بالسيمتري كوشه كطريقه، هو ليه علاقه بان انت عندك مومنت اوريدي وعايز ترجع بالراجع. انت متعود كنت بتجيب مين؟ كنت بتجيب الرياكشن، بعد كده ترسم الشير، بعد كده ترسم المومنت. انما دلوقتي انا عندي المومنت جاهز، عايز ارجع بالراجع لورا اجيب منه الرياكشن وبالتالي ارسم الشير كمان لو حبيت ارسم، تمام؟ فاللي انا هشرحه ده مش مرتبط زي ما قلنا بالطريقه، مرتبط لا ان انا عندي مومنت معلوم وعايز ارجع لورا اجيب الرياكشنات والشير. الكلام ده هيتطبق في طريقه السي مومنت، وهيتطبق في طريقتين كمان جايين للمومنت سلوشن والسلوب ديفليكشن، لان هم برضه الطريقتين دول بتجيب مومنت الاول، يعني بدايه بتبقى بدايه المومنت. لو عايز تجيب الرياكشنات والشير بترجع نفس الكلام. اسهل حاجه عشان تعمل الكلام ده هو اللي عامله الدكتور هنا، انك هتمسك الكاميرا السيمبل، مش دي كانت اي بي سي، كاميرا كونتينوس قصدي، تقسمها لمجموعه من السيمبل بيمز. طيب والكاميرا وال نمسح الكلام ده. طيب يا عم والبتاع ده واللي هو المومنت اللي عندي، المومنت اللي عندي بيتحول لعزوم مركزه على الاطراف. طبعا هو مش عامل ام سي على الطرف وام بي وام هي ام ام سي بزيرو، انا ما عنديش غير ام مين؟ الام بي. واحل كل كاميرا لوحدها، يعني بارت اي بي ده لوحده وبارت بي سي ده لوحده، واتعامل مع ان ام بي ده او اي مومنت مجهول على الاطراف بشكل عام اللي انا كنت حاسبه، اتعامل معاه ان هو عزوم مركزه. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا اقدر احل الرياكشن بتاعت دي لوحدها كده عادي خالص، واطلع الار اي اللي هو على الشمال والار بي، هتلاقي مسميها ار بي اي وار بي سي. ليه؟ لان البي دي النقطه اللي في النص، فمشتركه ما بين الكاميرا الشمال شايله جزء من الشمال وشايله جزء من اليمين، فهو سمى الجنب اللي الشمال ار بي اي ناحيه الكاميرا بتاعت ايه يعني، والجنب اليمين ناحيه السي اللي هو الكاميرا الجنب الثاني، او ممكن نسميها ار بي ليفت وار بي رايت، بس مش الار الاستيك رياكشن، لا الار بقى اللي هو الرياكشن النهائي بتاع المساله.
طب يا عم نحل ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، انت ممكن تحلها ستراكشر واحد زي ما قلنا بالظبط كده. كل اللي هعمله هعمل ايه؟ همسك بارت اي بي اهو، ايه اللي عندي؟ عندي هنا نقطه A ونقطه B، وعندي الرياكشنات اللي انا عايز اجيبها، وفي 120 موجوده في النص. ندخل بس الناس اللي موجوده، لو في حد بره لسه. الناس اللي داخله متاخر السكشن كده كده انا بسجله وارفعه لكم على اليوتيوب، ويعني هنظبط الدنيا مع بعض ان شاء الله، ما يعني محدش يقلق لو في حاجه فاتته يعني. والناس تحاول تلتزم بقى بالمواعيد بعد كده، يعني بحيث ان انا مثلا بدي 5 دقائق الناس تدخل، يبقى في ال5 دقائق دي كل الناس موجود. المهم نرجع لموضوع، لان يعني انا لما اجي امسك الكاميرا دي، الكاميرا دي عشان احلها كسمبل ديم عادي خالص، بس مسكت البارت اي بي اهو، ادي البارت اي بي عندي هنا 120، وعندي هنا العزم اللي هو ام بي ده هعتبره عزم مركز اللي هو 56 وربع ده. طيب انا هنا احل ايه؟ احل ستراكشر واحد عادي خالص، هاخد مومنت عند الاي اطلع الواي الار بي اي دي، واخد مومنت عند البي اطلع وهك او سبشن واي اعمل الكلام. هنا الدكتور عامل ايه؟ خد مومنت عند البي مثلا، ما خد مومنت عند البي الار بي اي ده راح بصفر، عندي 120 في 1.5 اهي اللي هي سالب 120 في 1.5، وعندي العزم المركز ده بيخش معايا كانه عزم مركز، بتعامل معاه انه عزم مركز عادي خالص. طبعا عندي الار اي في 3 من الحسبه دي، طلعت ار اي بكام؟ ب 41 وربع. طيب والار بي طبعا سمشن واي هو مش كاتبها هنا، انما انت هتعمل سمشن اف واي، يعني اطرح 120 من 41 وربع يديك الرقم ده اللي هو 78 75. يبقى انا كده جبت الايه الرياكشنز بتاعه الكاميرا الشمال دي او البارت اي بي ده، جبت عند الاي وجبت عند البي. طيب بارت بي سي هعمل نفس الكلام، هاخد الجزء ده بالاحمال اللي عليه، كان احمال عليه ايه؟ هيبقى عندي هنا ام بي، وعندي هنا ده مفيش حاجه بصفر، واحل دي عادي خالص، لان دي برضه هو 56 وربع، بس خد بالك دايما بيبقوا اتنين عكس بعض كده عشان الاتزان، واحد شمال وواحد يمين، تمام؟ فهنا 56 وربع اللي على اليمين، وادي الكاميرا دي هحلها برضه، هاخد المومنت عند اي نقطه مثلا، هنا خد مومنت عند البي فالار بي سي راح، اطلع ار سي، ومن سميشن واي اطلع ار بي سي، يبقى ده كده حليتهم على بعض. طيب للكاميرا كلها بشكل عام بقى دلوقتي ار اي هي نقطه واحده، يبقى الار اي طلعت معايا اللي هي 41 وربع. طيب الار سي برضه جنب واحد، هي طلعت معايا اللي هي 8 اللي هي قصدي 41 وربع، طبعا هي يعني متماثله بالصدفه يعني، تمام؟ الجنب ده يعني زي ده بالصدفه. نيجي بقى للار بي سي دي، ار بي سي دي عباره او سوري ار بي بقى عباره عن ايه؟ ار بي عباره عن جزئين، الار بي اي والار بي سي. يبقى انت لو عايز تجيب الرياكشن التوتال بتاع نقطه بي، هو عباره عن رد الفعل اللي جاي من الجنب الشمال يعني نفس النقطه، ورد الفعل اللي شايله من الجنب اليمين. الكاميرا بي دي مشتركه بين الجنبين الشمال واليمين، فهي شايله حمل من الشمال وشايله حمل من اليمين. الحملين دول عباره عن ايه؟ اني بحسب الجنب اللي على الشمال واحسب الجنب اللي على اليمين واجمعهم على بعض، فهنا ار بي اي زائد ار بي سي يديني الار بي التوتال اللي عندي، تمام؟ يبقى للكاميرا كلها زي ما قلنا كده، طبعا الدكتور بيشيك، انما بالنسبه لي كنواتج اهي، الار اي 41 وربع، الار بي 175 ونص مجموع الاثنين، الار سي 41 وربع، تمام؟ كده انا جبت ردود الافعال بالراجع. كان عندي يعني ده هو الفر الرياكشن والالاستيك رياكشن. الالاستيك رياكشن ده العزم الناتج عن تحويل البندنج مومنت الحمل، تمام؟ وده بنستخدمه في المعادله، انما الرياكشن النهائي ده الرياكشن النهائي الاناليسيز المطلوب، انا في النهايه مطلوب مني ارسم بندنج مومنت وشير فورس بس للديترمنت ستراكشر، الكلام ده قلناه في اول سيكشن. انا كل شغل الترم ده اني بعمل اناليسيز يعني رياكشنات وعزوم والكلام ده ورسم شير والكلام ده للانديترمنت ستراكشرز. فالرياكشن النهائي ده الرياكشن الاخير اللي هو انا اصلا عايزه من البدايه، انما الالاستيك رياكشن ده كان جزء من حل المساله اللي بستخدمه في المعادله. ماشي؟ طيب نكمل، وبعد ما اخلص يعني انا مش يعني قدامي 5 دقايق كده ونكمل بس المساله، هدي فرصه برضو اللي عايز يسال في اي حاجه، كده كده السكشن كله ساعه، شكلنا مش هنلحق ناخد حاجه ثانيه، هكمل فيديوهات ثانيه برضو. بالمناسبه انا هبقى شغال كده وكده يعني، هشتغل على التيمز في ميعاد طبيعي، وبرضو هيبقى فيه ممكن حاجات ريكوردد كده عشان برضو الساعه دي ممكن ما تبقاش كفايه، هنسجل فيديوهات برضو وارفعها لكم على اليوتيوب، بحيث يبقى ده مع ده يعني امثله برضو موجوده زياده بالاضافه الى السكشن اللي بتشرح فيه في الساعه بتاعت السكشن الفعلي. طيب نكمل مع بعض بقى. لو انا جيت بصيت على خلاص جبت الرياكشن اللي هو الالاستيك الرياكشن النهائي، سوري بقى اللي هو مش الالاستيك الرياكشن النهائي عادي خالص، فاضل ان انا ارسم الشير بقى. لو انا عايز ارسم الشير طبعا ده بمومنت، طب لو عايز ترسم الشير يا عم ارسم الشير زي ستراكشر واحد، انا طلعت 41 وربع فضلت ماشي، نزلت 120 نزلت 78 75 فضلت ماشي قابلني 175 ونص، طلع لي الرقم ده
بعد كده حمل موزع يديني خط مايل لحد ال 41 وربع، بعد كده اطلع للاخر. طبعا الشيل ده المفروض ان احنا ايه يعني عارفين ان ستراكشر واحد، بطلع وانزل واتحرك عادي خالص تمام. فده شكل الشير فورس دايجرام خلاص. طيب بعد ما عملت الحسبه البسيطه دي كده ورسمت المومنت والشير، قبل ما انقل بس احنا هنا قلنا طريقه اللي هي بتاعت ازاي اجيب الرياكشنات من العزل. في طرق تانية في طرق تانية يعني، دي تعتبر الطريقه دي اللي حبيت اشرحها دلوقتي بالتفصيل اللي هي تقسيم الكور دي، لانها اسهلهم وبتنفع دايما في كل الحالات، يعني ايه بتبقى سهله تتعمل في كل الحالات. انما في طرق تانية ممكن انا اوزع الاحمال. يعني ايه توزع الاحمال يا عم؟ يعني هنعملها مع بعض برضو كده بحيث ايه لو شفتوها هتلاقوها في المودل انسر اوقات، وانت ممكن تحل بيها في بعض الحالات يعني. هنعملها برضو بحيث يبقى احنا كده عرفنا البيزكس كلها النهارده، وغالبا كده يعني السكاشن الجايه هنكمل باقي تفاصيل بقى افكار ومسائل الامتحان السنين اللي فاتت، ميد ترم وكويز وفاينل والكلام ده. الطريقه الثانيه ان اجيب الرياكشن برضو سهله جدا، بس يعني تنفع في الحالات اللي زي اللي احنا بنتكلم فيها دي. الكاميرا سهله تعتبر نسبيا، معلهاش احمال كتير، فسهل ان انا ايه اتعامل معاها. انا هنا عندي الكاميرا دي عليها حمل موزع وحمل مركب. انا هفترض المستطيل ده الحمل الموزع وده 120 الحمل المركز، وكان هنا 40 الحمل الموزع. طيب في الاول وطبعا هنا في عزم كده قيمته 56 وربع. الناحية التانية نفس الكلام، عزم تاني 56 وربع خلاص. طيب أول حاجة هعملها هنا أوزع الأحمال، طول ده 3 طول ده 3. أستخدم السوبر بوزيشن، يعني طريقة برضه تانية إن أنا أجيب الرياكشن برضه بحيث يبقى عرفت دي وعرفت دي. أول حاجة هوزع الأحمال، هستخدم السوبر بوزيشن. طب لما أستخدم السوبر بوزيشن هستخدمه إزاي؟ مش فاهم برضه. بص يا سيدي، هتيجي تعمل تمسك الكاميرا دي، الكاميرا دي عليها ايه؟ عليها ال 120 وعليها 56 وربع. خلينا نمسك ال 120، ال 120 هتتوزع هنا رياكشن يمين كده ورياكشن شمال. مش دي في النص بالظبط؟ يبقى انا عندي 60 هنا و 60 هنا. ده كده توزيع الحمل الناتج عن ال 120، 60 راحت هنا و 60 راحت هنا. طب وال 56 وربع دول؟ لو تفتكروا زمان في الثانويه العامه كنا بناخد حاجه اسمها عزم الازدواج. فاكر منكم الكلام ده يعني. يعني يقول لك قوتين، لما سمع الجنب دي كده قوتين بيساووا بعض في المقدار، وسميناهم اف مثلا قوتين، وموازين لبعض وعكس بعض في الاتجاه، بيعملوا عزم. قيمه العزم ده بتساوي الام بتساوي الاف في الدي. الدي اللي هي المسافه ما بينهم، يعني احدى القوتين في المسافه ما بينهم. تفتكروا الكلام ده. هنا المومنت بيساوي الاف في الدي. طب لو انا عايز اجيب الفورس من المومنت، هقول الفورس بتساوي ام على ايه؟ ام على الدي. هو نفس الكلام هنا، مش انا عندي عزم. العزم ده مين اللي هيشيله؟ مين اللي هيغطيه؟ مش الرياكشنين دول اللي هم الشمال واليمين؟ طيب الرياكشنين دول هيعملوا ايه؟ ازدواج يديني مومنت عكس العزم. طيب الفورس نفسها بتاعت الرياكشن بتساوي ام على مين؟ على الدي. والقوتين بيساووا بعض، يعني انا عندي هنا خط كده قوه هنا وقوه هنا نتيجه العزم. انا بعمل ايه؟ بعمل اتزان، يعني بوزن الحمل نتيجه العزم. طيب القيمتين، القيمه بتاعت الاثنين دول كام؟ ام على الدي، ام 56 وربع يبقى هنا 56 وربع على الدي اللي هي 3. الناحية الثانية 56 وربع برضو على كام؟ على 3. فأنا عندي هنا 56 وربع على 3 وهنا 56 وربع على كام؟ على 3. طيب كلام جميل. لما أجي أعمل الرياكشنين دول، أنا قلت لك إيه؟ لازم واحد يبقى طالع واحد يبقى نازل. طب مين يبقى طالع ومين يبقى نازل؟ أنت حضرتك عندك عزم نازل لتحت كده، يبقى أنت عايز الرياكشنين دول يوزنوا ويلفوا عكسه، فلازم ده يبقى طالع وده يبقى إيه؟ يبقى نازل. عشان لما تيجي تقف في النص كده هنا هتلاقي ان السهم ده تلف في النص، بيلف كده وده بيلف كده، يبقى الدوران بتاع الكابل او الازدواج اللي بيحصل ده اللي هو العزم بتاع الازدواج يديني اتزان عكس المومنت اللي موجود عندي في المساله. تمام. طيب في النهايه الرياكشن التوتال اللي هنا عباره عن مين؟ عباره عن ال 60 ناقص ال 56 ربع على 3 يديك القيمه اللي هنا. طيب نيجي للبي، البي ده الجنب الشمال، فكده ما قلنا في جنب شمال، الرياكشن التوتال بتاع الجنب الشمال عباره عن الاثنين دول، واحد طالع 60 زائد 56 ربع على 3. طب الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه نفس الكلام، هوزع الاول نتيجه الاحمال. نتيجه الاحمال هنا في كام؟ مش ده الحمل الموزع؟ ده الحمل الموزع منتظم الاول والاخر ب 40 في 3 ب 120، يبقى برضو عندي بالصدفه هنا طبعا ان هم زي بعض، عندي 60 كده و60 كده، دول ناتجين عن مين؟ عن تركيز الحمل الموزع اللي هي 120. طيب نفس الكلام ال 56 وربع على مين؟ على الثلاثه، برضو هيديني هنا ازدواج، واحد طالع
56 وربع ده طالع عشان يبقى عكس المومنت على التلاتة، والناحية التانية 56 وربع على التلاتة. في النهاية الرياكشن التوتال بتاع البي عبارة عن مجموع الأربعة دول، اللي طالع تاخد طالع والنسخ طبعا هم كلهم هنا طالعين، يعني التوتال بتاع البي ده البي الشمال وده البي اليمين، والاثنين مع بعض مجموعهم يديك الار بي اللي هنا، وادي الار سي وادي الار اي، واحد عكس الثاني التجمع وتشوف الكبير مين وهكذا. كده برضو دي طريقة تقدر تجيب لك بيها رياكشنات برضو بنفس يعني بسيستم ثاني اجيبها من عن طريق البي اليمين. انما زي ما اتفقنا كده مش يعني الطريقه دي اوقات لو احمال معقده شويه، طبيعي احمال كانت سهله والحمل في النص وحمل مش عارف ايه، لما بتبقى الاحمال معقده شويه بيبقى اسهل الطريقه بتاعت انك تقسم الكاميرا والكلام ده وتحلها كانها سنجل بين، لان بتبقى يعني تنفع لكل الاحمال وبتبقى اسهل شويه. طبعا في كل الاحوال انت حر يعني، ده عندك وده عندك. وفي طرق ثالثه كمان ان اقدر استخدم سيكشن، يعني ان انا كاني بعمل سيكشن ستراكشر كده، سيكشن عزم عند الستراكشر واحد كده عادي خالص، ناخد مومنت عند نقطه وبعد كده ادخل في المعادله الرياكشن، ولما ادخل الرياكشن في المعادله اساوي المومنت بالقيمه اللي انا عارفها. يعني ايه يا عم الكلام زي اللي انت بتقوله ده؟ يعني برضو عشان يبقى اتكلمنا في كل حاجه، طبعا كل الطرق دي تنفع. يعني انا اجي هنا كده في المساله اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اخد مومنت هنا مثلا عند البي، لما اخد مومنت عند البي هيبقى عندي ار اي مجهول المسافه 3، يبقى انا معايا ار اي ده اهو او واي اي ايا كان سميه ايه، ار اي في 3 سالب ال 120 في 1.5 مثلا، في النهايه بتساوي ام بي اللي هي قيمته انا عارفها اللي هي السالب 56 وربع. كده المعادله مجهول فيها الار اي بس اعرف اجيبه. يعني ممكن برضه استخدم السكاشن بتاع زمان وادخل الرياكشن في المعادله طالما انا عارف الناتج النهائي بتاع المومنت اللي انا جايبه اصلا. في كل الاحوال هوصل للرياكشنز ومنها اقدر ارسم الشيء. انما لو طالب مني بني مومنت بس زي ما شفنا كده حتى في الحل هنا في الكتاب، خلاص انت مش مطلوب منك انك لو مومنت بس مطلوب منك لحد هنا. طب لو طلبت منك بقى شيء ورياكشنات تبدا تعمل الخطوات دي بالتفصيل. تمام، طبعا يعني كان نفس الوقت يسمح لك السكشن كله على بعضه ساعه، انا عايز بدي فرصه كده 5 دقايق للناس اللي عايز تسال، ان احنا كده كده انا كنت حتى مجهز المسائل بقى بتاعت امتحانات السنين اللي فاتت. مش مشكله يعني، احنا كده كده هسجل لكم فيديوهات تبقى متاحه ليكم على اليوتيوب، برضه هحط لكم اللينكات بتاعتها مع السكاشن برضه بتاعت التيمز، والسكشن ده برضه بعد ما يتسجل هرفعه لكم على اليوتيوب وابعت لكم اللينكات بحيث تبقى كل حاجه عندكم يعني. وهيبقى زي ما احنا ماشيين كده يعني، في ساعه بناخدها في رمضان، الساعه دي هتبقى نقاش وشغل زي ما احنا شايفين كده، وبرضه هيبقى في تكمله ممكن لو حاجه كنت عايز اقولها ومن الوقت ما اسعفناش هتتسجل برضه فيديو وهرفعها على اليوتيوب، والسكشن اللي بعدها برضه اللي عايز يسال في حاجه او كلام. تمام، طيب قبل ما نقفل كده ان شاء الله، يعني حد عايز يسال في حاجه من اللي احنا قلناه النهارده؟ افتحوا المايكات كده واللي عايز يسال يتفضل. يعني اذنك بس يا باشمهندس، ممكن حضرتك الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت دي كلها تبقى يعني نزل لك كبي دي اف او حتى لما نيجي المعد ما نصورها عشان نلحق اللي بدري بدري. بس بص يا سيدي، هتخش على الموقع، كلكم شايفين الشاشه اهو، الدكتور غير بس الموقع بتاعه انما الموقع شغال. يعني انت مش محتاج انت كات، بدل ما كات على طول بقى كات شرطه كات دوت كوم، الموقع انا بكتبه قدامكم. وهتخش هتلاقي كل حاجه زي زمان، يعني الموقع شغال. هتخش على ستراكشر الترم بتاعك ده يعادل ستراكشر 4، هتلاقي اهو ده دي كليك فور انسر، ده يديك كده ايه، ده اللي هو الفايف ويك، ده اللي هو الكويز الميد تيرم، هتلاقي ده الفاينل اكزام الميد تيرم الفاينل اكزام مش عارف ايه، كل بقى السنين اللي فاتت عندك كل حاجه. كليك فور انسر ده يديك الامتحان بالمود انسر بتاعه. انا عايز انزلهم لك مش قصه يعني، بس انا اقصد ان الموقع شغال، هو بس كان في مشكله في السيرفر الاولاني والدكتور حلها من فتره وبس، وبدل ما كانت كات كات على طول بقى في شرط هنا في النص. فكده كده كل حاجه عندك اونلاين في اي وقت هتعرف تجيبها. وبرضه انا ما عنديش مشكله لو جيت خدتها مني يعني، بس انا بقول لك بشكل عام هي موجوده في تحديدك في اي وقت. طيب حد عنده اسئله ثانيه؟ باشمهندس في المساله رقم 5، ده رقم 5 الكتاب لا بص خلينا بس ايه ما نسبقش الاحداث عشان انا ايه يعني، امشوا معايا بالتدريج عشان ما انتوش. انا لسه النهارده عشان في سكاشن ما كانتش خدت يعتبر حاجات كتير بسبب اللي جاد الوزاره والافلام دي كلها، فانا بادئ النهارده من الصفر. تمام، فامشوا معايا بالتدريج كده ما نسبقش الاحداث، او اللي عايز يسال يبعت لي على الواتس كده بشكل شخصي يعني، بلاش دلوقتي ايه ننط، لان في ناس فعلا حرفيا بتسمع الكلام ده لاول مره النهارده، فانا مش عايز الخيمه يعني. فاللي عايز يسال في حاجه جانبيه كده ممكن على الواتس يبعت لي صوره كده اللي هو عايزه انا ارد عليه. انا خليها الاسئله في الحاجه بتاعه النهارده، وكده كده الاسابيع الجايه هناخد كل حاجه ان شاء الله.
مش مهندس حضرتك قلت الفرق بين الاكشن والالاستيك الاكشن، قول تاني معلش. او الالاستيك رياكشن اللي بستخدمه في المعادله اللي هو بينتج عن البيندنج مومنت، يعني انا هنا كده عشان اعوض في المعادله دي في سالب 6 اللي هي ار 1 وار 2 دي، تمام؟ طيب ار الار اللي هو ار 2 1 وار 2 3 ده اسمه الاستيك رياكشن، ده عباره عن العزم الناتج عن البيندنج مومنت. يعني انا باخد البيندنج مومنت زي ما انت شايف كده اللي هو مثلا المساحه دي واحولها لحمل واجيب منه الرياكشن زي كونجوج الدين زمان. انما الرياكشن النهائي ده اللي انا برسم بيه اللي انا اصلا عايزه في البدايه، اللي هو الرياكشن اللي بيطلع معايا هنا ده الرياكشن اللي منه برسم بقى الشير والكلام ده اللي هو برسم منه مومنت النهائي وكل حاجه. يبقى انا عندي رياكشن رياكشن الاستيك رياكشن ده عباره عن ان انا بحول العزم الحمل، وبعد ما احول العزم الحمل اجيب الرياكشنات الناتجه عنه واجيبها اعوض بيه في المعادله. يعني الاستيك رياكشن ده دوره بينتهي عند المعادله مش اكتر من كده، اللي هو ايه في المعادله هنا اللي هي الحسبه اللي هنا دي والحسبه اللي هنا دي. انما الرياكشن النهائي ده اللي هو النتيجه النهائيه اللي انا عايزها اللي برسم منه بقى الشير ومونت والكلام. شكرا. حد يسال حاجه ثانيه؟ العفو. شباب خلاص كله تمام كده؟ طيب انا هخرج من الاجتماع وبعد كده كله هيخرج والفيديو هرفعه زي ما قلنا على اليوتيوب، يعني ممكن يعني مش عارف النت هيسعفني هنا ولا لا، ممكن بكره بالكتير او يمكن دلوقتي، يعني هنشوف هنعمل ايه كده، هنرفعه على اليوتيوب ان شاء الله. نتقابل الاسبوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.